كابتن عامر تحت التهديد، ده عنوان الخبر اللي كلنا قريناه وسمعناه، بس والله مش عارف بالظبط هي تحتيه ولا فوقيه، اصلها بتفرق. يعني مثلا تحت السرير اكيد غير فوق السرير. ومش عارف برضو ليه الخبر ده بيفكرني بالشركة العالمية الدولية المتحدة لتأشير الكوسة النائية. جرائيه ايتن، هو انت مش برضو فنانة؟ مش حضرتك برضو حتة حلويات من انتاج شركة السبكي للموزز والحلويات كده، ولا انا غلطان؟ امال ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ مش لما نتكلم نقول كلام على قدنا؟ تهديد ايه اللي انت بتتعرضي له ومن مين؟ ثانية بعزق بتهددك هتاخد نمرتك في صالة الهش بشك؟ مش هي دي برضو الدايرة اللي حضرتك بتتحركي وبتلف فيها؟ ولا انت فاكرة ان بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في افغانستان تم وضع اسمك انت على رأس اولوياتهم للتخلص منك في البلاك ليست مثلا؟ ولا اقولك معاك انت خليها في الريد ليست؟ ولا يكونش بايدن بتاع امريكا هو اللي بيفكر يتخلص منك بعد ما عرف بنية ترامب الاعتماد عليكي للعودة مرة تانية لكرسي الحكم في امريكا؟ ولا يكونش كلينتون زهق من مونيكا وبيفكر يستبدلها بقطعة غيار جديدة؟ اصل الحلوة مونيكا اساسا من شبرا واسمها في البطاقة سيدة وليها معارف كتير هنا في مصر. المهم ايا يكون قلبي معاكي والله، بس ما تكبريش الموضوع قوي كده. ونصيحتي ليكي اللي من الوالد بتاخدي بيها، تلبسي تحت الهدوم قميص نوم واقي من الرصاص الفيشين، احنا يا مزة المزز ما نقدرش نعيش من غيرك. سمية الخشاب في ضيافة أبلة فهيطة. سامحيني يا أبلة، اختيار سمية في حد ذاته اختيار تتضرب عليه بفردتين مقاس 42، يعني من وسط الفنانين كلهم ما لقيتيش غير سمية؟ ده برنامج كوميدي، هي صحيح مزة ومتدلعة بس عليها دم، لو دخل في خناقة في خمارة بحري هيلطش في كل البني آدمين اللي فيها. طب افرضي مثلا ان كان في واحدة حامل من ضمن الحضور، تسقط يعني عشان حضرتك؟ انا عارف احمد كان فين عقله لما فكر يغلط الغلطة دي، يعني من همه ياخد واحدة قد امه؟ بس معلش كلنا بنغلط، ده اكيد ذنب كبير قوي انت عملته وربنا كان بيخلصك منه. اهي الحلقة دي كان المفروض تتزاع على اي قناة محلية وبعد انتهاء الارسال بسبع ساعات على الاقل، يكونوا الاطفال ناموا والكبار هما كمان. عبلة كامل، كل سنة وانت طيبة يا مدام عبلة، فنانة محترمة بجد، لكن اللي يتاخد عليها انها مأفورة، وفي حتة الأفورة دي حط 2000 خط تحتيها. انا ساعات كان يتهيألي وانا بتفرج على تمثيلية رايا وسكينة انها هتقتل الضحية بجد، والمخرج يقعد يصرخ فيها سيبيها يا مدام عبلة، سيبيها يا مدام عبلة، ده تمثيل يا امي، وعبلة تبص له بغل وترجع تكمل على الضحية المسكينة. بلاش الاندماج الزيادة ده والمبالغة اللي احيانا بتكون مش مقبولة، ونحمد ربنا ان التمثيلية انتهت على 3 ضحايا بس. طب مش كفاية يا مدام عبلة ان سمية الخشاب كانت معاك في نفس التمثيلية ده؟ هي لوحدها ومن غير اي تدخلات تانية كان ممكن تقتل 100 ست ومن غير ما تتعب نفسها ولا تملخ ايديها، نكتة بايخة منها كانت تافهة بالغرض. وارجع واقول مش كنت تغلطي في مرة وتاخدي سمية في ايديكي؟ 3 ضحايا من 4 فرقها مش كبير. سلام.